بلقيس اليمن الجديدة. توكل كارمان، امرأة كألف. يقول إني مرأة قلبت موازين السلطة وصنعت ثورة شعب، ثورة اليمن. جئت لأكون للكل وبالكل، لأكون للكل وبالكل. توكل شاعرة وكاتبة يمنية، ناشطة حقوقية، ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود. قد أخسروا الدنيا نعم، لكن أقول الآن لا. من معاقل السجون كانت رحلة النضال والكفاح، وفي ساحات الاعتصام طالبت بإيقاف زحف قطار عبد الله صالح. هي أكثر النساء ثورية في التاريخ والقيادية الأكثر تأثيراً في العالم. كيفك أنت